القتال على الأرض مستمر في أوكرانيا، ولا يمكن رؤية أي بوادر تهدئة في الأفق. ورغم عقد عدة جلسات للمفاوضات بين الطرفين سواء وجها لوجه أو عن بعد، فإنها لم تصل لتقدم ملموس باتجاه حل دائم للأزمة. تركيا التي اطلعت بدور الوسيط في هذه المحادثات جددت الدعوة بالأمس لطرفي الصراع إلى الاحتكام للمحادثات بهدف الوصول لحل دائم يرسي السلام بين موسكو وكييف. تركيا أيضا أكدت استعدادها لاستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في اسطنبول لمحادثات مباشرة بينهما. أما الأمين العام للأمم المتحدة الذي زار كل من موسكو وكييف مؤخرا فخلى حديثه من ذكر المحادثات وركز على الممرات الإنسانية وإجلاء المدنيين. فهل تجاوزت الأزمة مرحلة المفاوضات وبات الحل عسكريا بحتا؟ وما المطلوب أيضا من كل طرف لإعادة إحياء تلك المفاوضات؟ ضيفنا من كييف الليلة عضو الوفد الأوكراني المفاوض روستوم أميروف. سيد روستوم، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا المحور من غرفة الأخبار. نتحدث معكم عن تطور هذا المسار الذي بات واضحا أنه مسار مختلف تماما عن مسار المعارك في الميدان. في ظل هذه التطورات الميدانية المتسارعة، هل لا يزال للمفاوضات الروسية الأوكرانية أي فرصة في هذه المرحلة؟ علينا أن نفهم بأن هناك فريقا للتفاوض يركز على الاتفاق على إجراءات أمنية مشتركة ووقف إطلاق النار، وحين نصل إلى ذلك الاتفاق فتلك الوثيقة سترسل إلى وزير الخارجية والرئيس للتوقيع عليها، وثم سيكون هناك اجتماع بين الرئيسين. نحن نركز، والأولوية الآن في هذه المرحلة هي ماريوبول التي لا يزال فيها الآلاف من المدنيين المحاصرين على مدى 60 يوما داخل مصنع أزوفستال، وأيضا هناك أيضا مفاوضات مع روسيا. ولو أنهم استمروا مثلا في قتل مدنيين في ماريوبول فإننا سنخرج من المفاوضات، هذا ما قلناه لهم. ولكن جهود السلام والمفاوضات مستمرة، طبعا هي صعبة ولكن لا نزال منفتحين، ولم نصل إلى النقطة التي لا رجعة فيها. هل هي مستمرة عن بعد سيد أميروف؟ فقط حتى نوضح هذه النقطة، لأنك أشرت أن المفاوضات مستمرة على ما يبدو بما يرتبط بتحديدا ماريوبول. نحن في اتصال دائم، ولقد وصلنا إلى كان هناك 300,000 قد خرجوا من الممرات الإنسانية من ست مناطق في العديد منها، ونحن نعمل على أن نجعل ممكنا للمدنيين والمصابين والأطفال والنساء حتى يخرجوا. للأسف الجانب الروسي لا يفي دائما بوعوده بتغييره لما اتفقنا عليه من النقاط، ولكن رغم هذا نحن نركز على إنقاذ كل مواطنينا، وأيضا نحن نستمر في القتال في الساحات. كان يربط الجانب الأوكراني منذ بدء هذه العملية استمرار التفاوض بضرورة خروج كل القوات الروسية من داخل الأراضي الأوكرانية. حديثكم اليوم يجعلني أتساءل إن باتت المفاوضات تبنى في هذه المرحلة على مطالب أوكرانية مختلفة عن التي كانت سابقا، ولماذا لا يزال الجانب الأوكراني متمسك بطاولة التفاوض أو بهذا الاتصال كما ذكرت لنا في ظل هذا التقدم الروسي في الشرق؟
Yes, I understand your point. طبعا أنا أفهم جيدا نقطتك. ولو سألت مثلا حكومتك أن تعطي أرضا للمحتل فحكومتك بكل تأكيد ستقول بأن هذا مستحيل. لذلك فإننا نريد أن نظهر بأننا نقاتل في الأرض وندافع عن بلدنا، وليس هناك أي طريقة لأن نتخلى عن أراضينا. فنحن نقاتل ونذهب أيضا للمفاوضات ليس على سيادتنا، ولكن نريد من الروس أن يخرجوا ويعودوا إلى الحدود قبل 24 فبراير، ثم يمكن أن نستمر في هذه المحادثات. في هذه المرحلة نحن لا مثلا لا نلتزم فقط بالمفاوضات، ولكن بما أننا دولة حضارية فقنواتنا الدبلوماسية مفتوحة، ولكن يوميا هناك طائرات تقصف، وأيضا من البحرية هناك صواريخ تضرب أراضينا ونحن ندافع عن بلدنا. ولكن في الوقت ذاته كما قلت بالتوازي، نحن نظهر للعالم بأننا قادرون على التفاوض إذا كان هناك إرادة لإنهاء الحرب. سيد رستم، أكثر من جانب طرح دور الوساطة بين الجانبين، وقد جددت تركيا بالأمس حديثها عن ضرورة عودة المحادثات، وأكدت أيضا على استعداد لاستقبال الرئيسين في إسطنبول. هل لا يزال لقاء الرئيسين بوتين وزيلينسكي ممكنا بعد كل هذه التطورات؟ تركيا has definitely good relations with بكل تأكيد لديها علاقة جيدة مع أوكرانيا، فهي جارة لنا ولدينا 7 مليارات من التجارة بيننا من الدولارات، وهناك 1.5 مليون من الأوكرانيين يزورون تركيا عاميا. طبعا قبل الحرب كان هناك تعاون في كل المجالات، ولذلك هناك علاقة جيدة مع تركيا. وأيضا نحن نفهم بأن تركيا لديها علاقة جيدة مع روسيا. إذن حين بدأنا المفاوضات قلنا بأن فريقنا سيشعر بالراحة بالذهاب إلى أحد جيراننا والذي يكون راغبا في أن يلعب دور الوسيط ويوفر أراضيه كمنصة للجلوس ولتأمين المفاوضات. إذن هل هم يحاولون، طبعا هل من الجانب التركي هم يحاولون بكل جهودهم لتسهيل الاجتماعات؟ وبما أن الاجتماعات في تركيا فهذا نصر كبير، لأنه قبل ذلك كنا في بيلاروسيا. في هذه المرحلة من الصعب أن نستمر في المفاوضات، ولكننا نظهر للعالم بأنه رغم أننا ندافع عن أراضينا فنحن منفتحون على حل هذا الوضع، ونتفق على وقف لإطلاق النار، ولكننا لن نخسر أراضينا لأننا ندافع عن ضد غزو. نحن نقاتل ونصد غزوا عظيما من روسيا. شكرا جزيلا لمشاركة عضو الوفد الأوكراني المفاوض رستم أميروف من كييف.